أذهب إلى ضيفي من القدس خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق. مرحبا بك معنا سيد خليل. يعني بالحديث قبل قليل مع مراسلنا حقيقة أرقام يعني غريبة فيما يتعلق بالاقتحامات التي كانت قبل سنوات، واليوم هناك تضاعف كبير للأعداد، لأعداد المقتحمين للمسجد الأقصى، لمن يمارس الطقوس التلمودية إلى ذلك، وأيضا في نفس الوقت الحديث عن نوع من تطبيق للتقسيم الزماني. هل بالفعل بتنا اليوم معتادين أكثر على هذا المشهد، يعني سواء في الإعلام أو يعني نحن كعرب، يعني أصبح هذا المشهد عادي أن يدخل المستوطنين المتطرفين إلى باحات المسجد الأقصى ويمارسوا الطقوس التلمودية، أم أن هذا مخطط يعني إسرائيلي واضح وهو بطيء يمشي شيئا فشيئا؟ إلى أين تذهب الأمور برأيك في المفهوم التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي فيما يتعلق بالمئة وأربع وأربعين دنم التي هي عمليا المسجد الأقصى وساحاته أولا بالنسبة للجانب الإسرائيلي كما هو معروف تماما، هي رسالة واضحة تماما للحكومة الأردنية وهي صاحبة الرعاية الهاشمية لأماكن المقدسة، بأن الذي في هذه المنطقة هم اليهود أو الإسرائيليين. أيضا هي رسالة واضحة تماما للسلطة الفلسطينية بأن ما يجري الآن بالقدس غير قابل للتقسيم، وبالتالي ما يجري الآن هو ضمن سيناريو كما ذكرت، هو سيناريو طويل الأمد، خطوة خطوة. الخطوة خطوة تبدأ كانت بدأت ببضع عشرات ثم بضع مئات ثم دخلت في الآلافات، وبالتالي الجانب الإسرائيلي هو دائما ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية الواضحة تماما والتي بدأت خطوة خطوة، بدأت بال 67 ثم بدأت بالتدريج حتى وصلت في عام 2000. في عام 2000 عندما أغلقت ساحات المسجد الأقصى ثم بدأت الدخول دون الاستئذان من الأوقاف الإسلامية، ثم بدأت فيما بعد بال 2017 عندما حاولت أن يكون هنالك البوابات، وأيضا في باب الرحمة، والآن يأتي في هذه الفترة. لكن كانت ردات الفعل قوية في تلك الفترة فبالتالي تراجعت، لكن ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية بقضية أن هذا الهيكل سيقام هنا، هو بالنسبة لهم هي خطوة خطوة للوصول للهدف الاستراتيجي، كما حدث في قضية الحرم الإبراهيمي في داء في الخليل عندما تم تقسيمه رغم المذبحة، اتخذ القرار وكانت هنالك عملية تقسيم مكاني للحرم. الآن الجانب الإسرائيلي هو يريد أن يقسم مكانيا زمانيا. مكانيا هنالك مخطط وضعت لإقامة كنيس في داخل الساحات المسجد الأقصى، وهنا كلمة الساحات، في الإعلام العربي ليس يوجد في المسجد ساحات ولا باحات، يوجد اسمه صحن المسجد. وبالتالي عندما نتكلم عن الساحات أو الباحات هي ساحات عامة، وبالتالي يحق للإسرائيليين أن يدخلوا إليها. نحن الآن نأتي بقضية دينية إسلامية، هذا هو صحن المسجد وليست باحات المسجد ولا باحات المسجد، هذا هو صحن المسجد، وبالتالي الدخول إلى صحن المسجد الأقصى.